اكتر من زميلنا عاصم الشندويلي اللي موجود دلوقتي في الاداره العامه للمرور. يا صباح الفل يا عاصم، وطمنا كده قبل ما الناس تنزل تروح اشغالها. صباح الفل لميس، وصباح الفل يا جاد، وصباح الخير والبركه والسعاده على مشاهدي صباح البلد في كل مكان. برحب بحضراتكم من داخل غرفه العمليات المركزيه بالاداره العامه للمرور، هذه الغرفه التي تنقل الصوره عبر الكاميرات المثبته اعلى الطرق، وليس فقط مزوده باحدث التقنيات التكنولوجيه لمراقبه الطرق والمحاور، بل ايضا تساعد هذه الغرفه في التدخل السريع في حال لا قدر الله حدوث اي طارئ او حوادث. نطمن الساده المشاهدين سريعا، حتى هذه اللحظه لم تتلقى الاداره العامه للمرور اي اخطارات تفيد بحدوث اي ما يعرقل الحركه المريه على كافه الطرق والمحاور الرئيسيه. وتعالوا سريعا بقى نستعرض الحاله المريه، ونبدا من احد اهم الطرق والمحاور السريعه. وزي ما قلت يا لميس، احنا بدانا فتره الذروه الصباحيه اللي بدات تحديدا من الساعه 7 صباحا ومستمره معانا لحد الساعه 10 صباحا. وليه فتره الذروه الصباحيه؟ لان ده طبعا فتره خروج العمال لاشغالهم، وايضا الطلبه والطالبات لمدارسهم وجامعاتهم. ونبدا بالطريق المحور، ولو شفنا هنا الاتجاه القادم من مناطق اكتوبر وزايد ومتجه الى طريق نزله الصحراوي او ميدان الرمايه، او مكمل معانا لطريق ميدان لبنان والمهندسين وايضا القاهره والزمالك، حاله من السيوله المروريه التامه. وايضا الاتجاه الاخر حاله من السيوله المروريه التامه، وشفنا المركبات تسير بكل سهوله ويسر. لو زميلي عمر عزه تجيب الشاشه اللي فوق هنا، ونجد ايضا الاتجاه القادم بقى من مناطق اكتوبر وزايد تحت تحديدا منطقه الدائري عند المحور، نجد حاله من الاحجام المروريه، وده طبعا نتيجه طبيعه الطريق ضيقة أسفل الدائري عند اتجاه المحور القادم من مناطق زايد ثم متجه إلى مناطق ميدان لبنان. أما باقي المناطق والأجزاء في المحاور الخاصة بطريق محور 26 يوليو كما ترصد الكاميرات حالة من السيولة المرية التامة، الكثافة فقط في هذا الاتجاه الضيق كما ذكرنا منذ قليل. نروح أيضا لاتجاه آخر للمحور، شايفين برضو هذا الاتجاه هنا بقى نقطة يعني تراكم الأحجام المرية تحديدا يعني قبل هذا المحور الضيق تحت منطقة الدائري. نروح ايضا لاحد اهم المحاور الرئيسيه الهامه في تقريبا في محافظه القاهره، واللي بتربط ما بين القاهره والجيزه، طريق الميراج وهو الطريق الدائري، ايضا نشهد حاله من السيوله المريه التامه في الاتجاهين، ولو كانت هناك بعض الاحجام المريه ولكن لم تؤثر بشكل ملحوظ على الحركه المريه. نروح ايضا لطريق في غايه الاهميه ومن الطرق اللي دشنتها مصر قريبا وحديثا، هذا الطريق اللي هو محور رود الفرج. وهنا ممكن نقول الاشقاء اللي جايين من الصحراوي او جايين من مناطق الاسكندريه ومتجهين مثلا الى القاهره، بدل ما يسلكوا محور 26 يوليو ويتعرضوا لبعض الزحام، ممكن يسلكوا محور رود الفرج اللي هيوصلهم على طول الى كوبري تحيا مصر، ومن خلاله يقدروا يروحوا بقى مناطق وسط القاهره وسط البلد، وايضا مناطق مصر الجديده ومختلف الاماكن الاخرى. فالافضل ليهم القادم من مناطق الصحراوي والاسكندريه يسلكوا هذا الطريق اللي هو طريق رود الفرج او محور رود الفرج. نروح ايضا للطريق الدائري، احد اهم المحاور الأساسية اللي بيربط يعني كافة محافظات القاهرة الكبرى بعضها البعض، ونشأت هنا تحديدا عند الطريق الزراعي. شفنا أحجام مرورية بسيطة في الاتجاه القادم مثلا من مناطق المريوطيه متجه الى نزله الزراعي والعكس، وده نقدر نقول هذه الاحجام طبيعيه. طيب طبيعيه ليه يا عاصم؟ عشان خاطر هناك الكثير من الاعمال الخاصه بالتوسعه وتطوير الطريق على الجانبين، الجانب الايمن وايضا الجانب الايسر. نروح ايضا لمنطقه اخرى وهي الطريق الدائري، وتحديدا قدام اكاديميه الشرطه والدائري المعادي، الاتجاه القادم للقادم من مناطق المريوطيه وغيرها من هذه المناطق اللي هو دائري المعادي متجه الى طريق السويس وغيره، حاله من السيوله المريه في الاتجاهين. نروح ايضا لاحد اهم المحاور في محافظه القاهره وهو محور سعد الدين الشاذلي في الاتجاهين حاله من السيوله المروريه التامه. وننتقل ايضا سريعا مع حضراتكم انا عايز اوري حضراتكم برضو كميه التطوير وكميه الانشاءات واللي بتدشنه الدوله المصريه بشكل كبير عشان ندي جرعه تفاؤل. وانا عارف كلاميس انتوا جد بتحبوا دايما تدوا جرعه تفاؤل كبيره للساده المشاهدين على الصباح، ونشوف هنا اعمال التطوير اللي شاهدينها داخل العاصمه الاداريه الجديده. الطرق داخل العاصمه الاداريه الجديده تسير بكل سهوله، ولو عمرو يركز شويه ده البرج الايقوني. اذا مصر بتبني وبتشيد في اقل وقت ممكن وبتصدر الحضاره للعالم اجمع. حبيت يعني اختم مع حضراتكم يا لميس انتوا جاد النهارده جولتنا المروريه بهذا المشهد اللي بيؤكد عظمه الدوله المصريه، مش بس داخل الانشاءات في كافه المحاور والطرق ولكن في مختلف المجالات. ومره ثانيه صباح الفل عليك يا لميس، صباح الفل عليك يا جاد، وبرحب بالساده المشاهدين صباح البلد.
بشكرك زميلنا عاصم الشندويلي من الإدارة العامة للمرور. الحقيقة عاصم حاول كده يعني يطلعنا على كل تفاصيل